تسلاي وتقول لي كان ومانا تاخذها تسلاي وتقول لي كان ومانا اتعد ولعد العب يا خيل جينا عندك زيارة من سكان العمارة وحكاية جار وجارة شارك رأيك معانا على تلفزيون جينا تفضل وحيينا الموعد متلاقينا اوعى مرة تنسانا يانا ويانا ويانا تعشوف حكايانا يانا ويانا ويانا تعشوف حكايانا منا كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية تاخذها تسلاي وتقول لي كان ومانا كل يوم حكاية بتلعبها وغاية تاخذها تسلاي وتقول لي كان ومانا يانا ويانا ويانا تعشوف حكايانا يانا ويانا ويانا تعشوف حكايانا أمي يما دخيلك دنيا ورعة رش رش يا بوي في رشاش هذا غاطط بالنوم على الآخر. سالم اسم الله عليك يلا اصحى هلا تتأخر على شغلك قوم كمان شوي هو الشغل يعني بده يطير الشغل لا ما بيطير بس انا خايفة انت اللي تطير من الشغل قوم يلا هاي لهوة على النار قوم يلا بستناك نشربها سوا يلا هي شو بتقصر العمر السلام عليكم يا جار السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ الحمد لله إذا ظلت الأمور هيك تمام بس إذا بتزيد عن هيك ببنشر لا يا جار هب هذا فعل شروع ترى هب أن معك مال قارون ونفسيتك تعبانة هل علامة استفهام ثلاث نقط هل ستكون مرتاح؟ طبعا لا نقطة انتهت الفقرة كلامك فيه منه مظبوط شو اللي فيه منه يا سالم كلامي كله مظبوط أنا الحياة غربلتني تغربل نخلتني تنخيل أكلتني هوى لكن هل استسلمت هل نخيت أبدا وكلا إذن انتظرني أعطي هالكريمات والصبغات لأبو يعقوب وأرجع أخذك معي في طريقي إلى شغلك الله يا أبو عرقوب فايق ورايق نقطة صار لك أكثر من 10 دقائق نازل ليش مش ماشي؟ بستنى بسالم أفندي ليش متأخر عن الشغل؟ في إنا النافذة الأمامية هي الحل ثم عالية يا سالم أنا درست في التربية 30 سنة 30 سنة لم أتغيب يوم أتغيبت يوم عن عملي عاشا وكلا يرحمكم الله التقاعست يوم عن عملي عاشا وكلا يا سالم أنت لما بتعطي بتكسب كثير أنا لما بعطي اسمع يا سالم اسمع جبران ماذا يقول ماذا ماذا يقول؟ جبران خليل جبران يقول نزلني هون لأنه هاي الشركة اللي بداهم فيها نزل أشوفك شكرا أبو حسن بشوفك يقول يا سالم
الجود أن تعطي أكثر مما تملك، والإباء أن تأخذ أقل مما تستحق. يا ريتك موجود وتسمع. صباح الخير. هلا هلا. صباح الخير. أبو حسان وصل سالم اليوم. طب كويس، لأنه سالم اليوم مش شايف الضوء. خير في إشي؟ مش خابر إنه في إشي، بس اليوم بالذات صاحي من النوم معكنن، مش طايق حدا. يا اختي ما بدري، العمارة إلها أسبوع مقلوبة قلب، وضعها مش طبيعي. ليكون واحد ولا وحدة عاملين عمل. مين اللي بده يعمل لنا عمل؟ شو هالحكي الفاضي يا أم حسان؟ عمل وما عمل، انت بتصدي بهالحكي؟ السحر مذكور بالقرآن. بعدين هذه الكرنيبة، هذه الكحتوتة حليمة، بجوز هي اللي عملت العمل ورشت مي على باب شققنا. حليمة؟ حليمة آخر وحدة بالدنيا ممكن تعمل هيك. إذا الأكل بتستخسر تشتري لحالها، بدها تروح تدفع مصاري على سحر وأعمال وحكي فاضي. والله الواحد استغفر الله العظيم، عيب يحكي عن الناس من الصبح. بدي امشي، بدي اروح اشتري شوية خضرة. طب اشربي لك فنجان قهوة. تعال تعال. الله معك. مع السلامة. معقول حليمة تعملها؟ بتعمل أبوها. بعدين يا رجل، عيشة بتقصر العمر. بهدلة الباصات بهدلة. أقول لك بدي أشتري سيارة، وين ما تصفي تصفي. وأنت معك مصاري تشتري سيارة؟ بيني وبينك بدي أبيع قطعة الأرض. ما هي قطعة الأرض اللي بدك تبني عليها؟ يا رجل، من هون لما يصير معي حق العمار بفرجها الله. مية وخمسين، هيك الجمعية كملت بالتمام والكمال 1000 دينار. بتعرفي اني بحسدك على طولة بالك؟ يعني جمعية فيها 50 واحد، واحد دفع الثاني ما دفعش، واحد سجليني واحد اسحبيني، يعني بلشة. كيف بدها تزبط إذا ما عملنا هيك؟ بلكي عمرنا لنا بيت صغير يا بنت الحلال. يلا شو عليه؟ بلكي بطلتي تتشكوني، هاي الجمعية ب200 دينار وهديك الجمعية ب1000 دينار. والله يا عليا، شم المصاري زي شم المخدرات، ما بتقدر تبطلي ابدا. هم كاينين الك، ما انت سلم واستلم. ولو مسك المصاري وشم ريحتهم بتنعش القلب من جوا. يلا يلا الدكتور طالبنا. طب يلا يلا. سالم سالم، بسلامتك. شو في؟ حاس حالي مريض مش قادر، وحاس كأنه في ماكينة تصلش ظهري بارد. سلامتك سلامتك عالدكتور عالدكتور. وبعدين معك بسرعة بسرعة. مع السلامة. الله يستر الله يستر. جميل، أنا عشان بحبك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماله هالزلمة؟ الله يستر يا رب. طمنيني يا دكتورة. اللي عندك انفلونزا عادية والحمد لله ما عليك حرارة. طيب وإذا ارتفعت حرارتي شو أساوي؟ للإطمئنان رح أكتب لك على مسكنات وفحوصات وبكرة منشوف. طيب من هون لبكرة شو أعمل؟ حاول إنك ما تشوف حدا، حتى أقرب الناس إلك، وإذا صار معك أي شيء بتحكيني على رقم العيادة. طيب هلأ رح أكتب لك الفحوصات. شكرا شكرا. سلام. أحسن أحسن، ما إجت مني. شو المقصود يعني؟ يعني يا حبيبي من اليوم وطالع أنت رح تصير نباتي. لشو هالبعزة جاجاج ومجاج أنت الثاني؟ يعني فكرك إنه الموضوع بس بالجاج؟ الموضوع في الجاج ومشتقاته، البيض، الطيور كلها. كلها؟ نعم. طب برضو أحسن، يعني البيض هالقد قد النتفة يعني، وقال إيش حق البيض 10 قروش على إيش يعني؟ أنت بتحبش البيض أصلاً، والحمام بنشوفه بالمواسم، والطيور هي على الشجر، لا هي مقربة علينا ولا إحنا مقربين عليها. فقال على رأي المثل، ما حدا بيموت ناقص عمر. ليش ده والله حليوة.
حليمة. نعم. كملي البرنامج ها؟ أحسن. تاقسني. مين؟ مين يعني؟ أنا عالية، افتح يا سالم. الله يرضى عليك يا عالية، روحي ولا تفوتي على الغرفة. شو اللي روحي؟ شو في يا سالم؟ شو صاير معك؟ صاير مشاكل بالشغل؟ لا. طب حدا عزيز عليك مات؟ لا. مريض؟ لا. طب شو في؟ شو صاير؟ خلص بعدين بعدين. طيب ما بدك تتغدى؟ لا خلص، زرقي لي الأكل من تحت الباب وفوتي لي الجاج يعني من هون. لا حول ولا قوة. أهلا حبيبتي. طمنيني، قلقي أنا، لا عارفة أطبخ ولا عارفة أقعد. شو صار مع الأستاذ سالم؟ يا أختي والله ما أنا عارفة، يعني لروح أنا مزعليته ومش داري عن حالي، بس طول عمري بزعل، عمره ما عمل فيي هيك. تخيلي حاشر حاله بغرفة النوم ومسكر على حاله الباب. الله أكبر، وصلت؟ أم حسان اوعي تجيبي سيرة هالحكي لحدا، الله يرضى عليكي. أنا؟ عم شوم عليكي؟ أنا بحكي إشي؟ سرك في بير طبعاً، بس ليش؟ قولي لي ليش؟ يعني استشفيتي إشي؟ قد ما حاولت آخذ منه كلمة حرف ولا طلعت بنتيجة. اسمعي اقعدي، خلينا نعمل لك فنجان قهوة. شو تعملي لي قهوة؟ تعالي تعالي. أنا أكثر خبرة منك في الحياة وأنت عارفة هذا الحكي، وأنت مثل بنتي، قصدي مثل أختي. سالم حاطط عينه على وحدة ثانية. معقول؟ لا، أنا الفار بلش يلعب بعبي. سممي سالم؟ لكي هبلة، الفار. خليني أمشي أنا. معقول يطلع سالم منه هالحكي؟ طيب أنا بعرف كيف أتأكد. دبارك عندي يا سالم. يا بيي نسيت اصرف الروشيتا. لو سمحت بعد إذنك. مرحبا. أهلا. إذا سمحت بدي نفس الدواء اللي أخذه منك زوجي هلأ، أخذ منك دواء وطلع. بدي. إيش اسمه؟ اسمه سالم. سالم؟ اسم الدواء مش اسم زوجك. اسم الدواء شو بعرفني؟ هلأ قبل دقيقة أخذ منك كيس وطلع. أخذ سبري معطل للجو. سبري معطل للجو؟ أيوة. طب أعطيني زيه. يلا ثاني بس. سبري معطر للجو، حضرته مش طايق ريحة الدار. بسيطة يا سالم. خلص ما بدي، شكرا. سالم
مسكر على حاله الباب. ماشي سالم، افتح يا سالم افتح، خلص كشفتك. كشفتيني؟ كشفتك، كشفت السر اللي مخليك فايت على الغرفة ومسكر على حالك الباب من اول ما دخلت البيت. يا علوش يا علوش، انا صراحة كنت بدي احكي لك من الاول، بس بيني وبينك خفت عليكي. لا وليش مغلب حالك؟ خليني انجلط واموت عشان ترتاح مني ويخلالك الجو. شو قصدك؟ شو قصدي؟ قصدي اني لقيت الورقة اللي بجيبتك اللي مكتوب عليها رقم تليفون ومكتوب جنبه رقم خاص. يا ابو الخاص افتح، لمين هذا الرقم؟ هاي الرقم الخاص هذا لابو انس، هذا رقم سيارته، اعطاني اياه لانه بده يشتريها. هاي السيارة بده يشتريها وانا بدي اشوف شو عليها مشاكل ومخالفات، عشان هيك هو اعطاني الرقم. طب وليش هو ما يستفسر لحاله عنها؟ ما هو طلب مساعدة صديق، يعني ما بدك اياه يربح، ما بدك اياه يعني اساعده. شو سيارة؟ انت متأكدة من هالحكي؟ لا يا بنت الحلال، من وين لو يا حسرة، ما انت عارفة البير غطاء. طب انا بورجي. هلو، مين بحكي؟ بدك الأستاذ سالم؟ فعلا انك وحدة ما بتستحي. ها سالم، سالم افتح يا سالم افتح، سيارة ابو انس اتصلت معك، قول لي من الاول انك متعرف على وحدة تانية غيري وبتخوني ومبطل تطيقني ولا تطيق البيت. انا خلص رح اترك بيتك واروح عند اهلي. عالية، انت بتشكي بي يا عالية؟ انا ما بشك، انا اتأكدت اتأكدت. عالية انا ما بعرف وحدة، انا مريض مرض خطير. ايش؟ مريض مرض خطير. يا ربي لك الحمد والشكر، يا من انت كريم يا رب. الله يوفقك يا عالية. مساء الخير. اهلا، شو جاي مشي ولا بسيارتك؟ راحت المفاجأة. مين اللي حكى لك؟ مين قال لي؟ يعني مزبوط اشتريت سيارة، من وين بدك تدفع مصرياتها؟ يا ستي بتتدبر. كيف بدها تتدبر؟ قل لي. ايه بسيطة، انا قلت بالاول ابيع قطعة الارض وبشتري السيارة وبعدين بحكي لك. وبدك تبيع الارض كمان؟ اكيد لا، انا قلت بالاول اشوف التحويش اللي في البنك. شو يا ابو انس، يعني بدك تفرط بتحويشه العمر كمان؟ لا لا، يعني قصدي اشوف التحويشه بتكفي، واذا ما كفت ببيع الارض. اسمع اقول لك، يا انا يا السياره بهالبيت. يا عمري انت بتخيريني خيارات صعبه، يعني قاعد بتخطط وبتزبط وبتدبر وكل هذا من ورا ظهري؟ يا عمري أنا صحيح كنت خايف على زعلك، يعني قلت أشتري السيارة وبعدين أحكي لك. شو هالإنسانية ولا هالحنية، بدك تبيع شافة الأرض اللي حلتنا واللي بانين عليها أحلامنا وبتكذب علي وهكلا نام زعلي؟ المثل بيقول بنزين في التانك ولا مليون في البنك. طيب أنا تركت لك البيت وخلي البنزين يحركك. الله لا يوفقك يا سالم، الله لا يوفقك يا سالم، ما بتنبل فولة بثمك. يا بيي يا بيي سلامتك سلامة عمرك، إن شاء الله أنا ولا أنت، أنا ولا أنت يا عمري. لا تخاف بإذن الله بتطلع ما فيك ولا إشي. عليا؟ عليا؟ نعم يا حبيبي. حاس حالي بغلى غلي زي السليقة. سلامة عمرك. عليا عليا، يعني لا سمح الله لا سمح الله، بعيد الشر عني، إذا فقعت وموتت يعني تتجوزي علي؟ أكيد، قصدي أكيد لا، يعني معقول تهون علي العشرة؟ أي والله العشرة ما بتهون إلا على أولاد الحرام. عليا. نعم يا بيي. عليا. علي أنا عشان هيك أنا بحبك.
يا الله والله انك بتغلي غلي وقاعد تهلي. عليا نعم يا بي نعم. نعم مين؟ نعم هذا ابو انس بتصل فيك. اسمع رد عليه وانا بدي اطلع شوي برا احكي مع العياده، اعتذر من الصبيه من الموقف البايخ اللي عملته فيها. رد رد. ماشي. عليا الو الو ابو انس. عليا يا اخوي. عليا يا حبيبي. عليا يا ابو انس. اللهم انا قادر يا اخوي، حقك علي حقك علي. غلطه غلطه يا ابو انس. ان شاء الله ان شاء الله بكره بنيجي ونصلح الموضوع كله. ولا يهمك ولا يهمك يا ابو انس. على راسي يا حبيبي على راسي. فارس ابو خضر تعال. السلام عليكم. واه واه واه. انعدينا. بعرف. الله يرحمك يابا. قال لي اذا بدك تنشر خبر احكي احكي لمره، واذا بدك تنشره بسرعه البرق قول لها لا تخبري حدا. فارس يا زلمه مالك يا زلمه، والله ما جاب لي الدواء غير هاي تبعتك. فارس يا زلمه مالك. انعدينا. بعرف بس شو بدنا نسوي؟ الحمد لله الحمد لله. فعلا علوش معاها حق، التفكير السلبي بجيب النكد للبيت مثل المغناطيس بجذب النكد جذب. الحمد لله. خليني احكي معاها تليفون وابشرها واقول لها انه الامور تمام. الو علوش كيفك؟ لا الامور الحمد لله اموري تمام تمام. طبعا طبعا حبيت ابشرك. اسمعي شو مجهزيت لنا مفاجاه على الغداء. جاي جاي بالطريق. ماشي مع السلامه مع السلامه. اهلا اهلا اهلا. نورت واشرقت، نورت البيت. صدقيني صدقيني يا حبيبتي انه البيت بدونك عتمه. اسمعي ديري بالك ديري بالك تعيديها تاني مره، عمرك ما تحردي. تعرفي والله حلو الواحد انه يطلع ويغير جو وينسى النكد وينسى الهموم هاي اللي براسه كلها. يعني حلو الواحد يطلع ويغير جو، صح ولا لا؟ ايوه برافو عليك يا حبيبي، بدي اياك دائما هيك مبسوط ومفرفش وبتضحك وغير جو دائما. بس تعرفي انا بقول له انه يعني القاعده بالدار يعني عند هاي البرنده القزاز، يعني اقول له الواحد يتفرج على الناس وهي رايحه وجايه، يعني احسن من هالناس هون. الناس ضلت تتفرج علينا واحنا قاعدين يعني سوالف فارطه. هلا بتسمي الزاويه اللي عنا هاي المشروع برنده، بتسميها برنده هون كافي شوب، مستكتر علينا قعده الكافي شوب. انت الناس البرنده احسن من هاي بلا قعدنا الناس تتفرج علينا وقاعدات. شو هالسوالف هاي حق حق ضربت. صرنا طالعين اطلب لنا شيء نشربه. شو نطلب لنا شيء بلا اطلب لنا شيء بلا شيء فاضي هذا. قومي قومي خلينا نروح. يلا قومي بلا حكي فاضي. عمرك ما بتغيرها عادتك. قومي 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 بلا عادتك ما عادتك. يلا قومي. طيب طيب يلا يلا يلا. جينا عندك زيارة من سكان العمارة، وحكاية جار وجارة يا رجلك معانا. على تلفزيونك جيلك فقط.
بتلاقينا اوعى مرة تنسانا. يانا ويانا ويانا تعزف وحكا يانا، يانا ويانا ويانا تعزف وحكا يانا. منا كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية، لا تاخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا. منا كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية، لا تاخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا. يانا ويانا ويانا تعزف وحكا يانا. دخيلك دنيا ورعة رش رش يا بوي في رصاص في رصاص.